اسمك ايه الاول؟ انا اسمي ام محمد، هتفت ميدان التحرير من 25 يناير وجايه ليه هنا؟ محمد فين بقى؟ محمد في الجيش، ربنا معايا في سينا، وجاي هنا عشان القصاص للجماعه الارهابيه اللي قتلوا ولادنا، سواء الجنود سواء المدنيين. بالنسبه للسيسي، من حبنا في السيسي عملنا له بطايق، من حبنا في سياده. مكتوب فيها ايه البطاقه دي؟ مكتوب تاريخ ميلاده واسمه بس، نفس البطاقه. والمهنه؟ المهنه بقى المهنه بتاعته طبعا المنصف المصري، منصف لشعب مصر اللي انصفنا من جماعه ارهابيه. لولا سياده المشير عبد الفتاح السيسي كان زمان دلوقتي احنا بقينا سوريا الثانيه، كنا زماننا بلد مقسمه، بلد اللي كانوا متفقين عليها الجماعه الارهابيه بتقسيم مصر زيها زي العراق زي سوريا زي ليبيا. حلو، فلولا هو شال الجماعه الارهابيه دي مننا هو انقذنا. فاقل حاجه نعملها سياده الرئيس القادم ان شاء الله باذن الله، رئيسنا مصر القادم عبد الفتاح السيسي، دي اقل حاجه نعملها. ولو طولنا نرسم الصوره دي في قلبنا احنا مش هنتاخر. سياده المشير عبد الفتاح السيسي.